فلوس قدامي وحسي هتوني بلتوني فيني اكتفي من كشف في رأس المطيب مش مسلم نفعيك ونحرمي مش نلدي كل دوستونا. Alors le film كوميديا عائلية سميتها جرين كارد، قرعة أمريكان، قصة ديال جوج أصدقاء اللي غيديروا داكشي اللي ما يمكنش يدار باش أنهم يمشيو لأمريكان مع بعضياتهم. صراحة هو تمرين مجهد بزاف الممثل، كما سبق لي وقلت مع الإخوان، سهل دير الكاريكاتور ديال المرأة، أنك دير بحال كتضحك على المرأة وكدير داك الحركات زعما هكا المرأة دايرة. أما أنك تمثل المرأة وكأنك فهمتي تجبد الطاقة اللي الجهة الانثويه اللي فيك وتقدر تلعبها باش تكون جوست في لي زيموسيون، هذا صعيبه جدا بوغ ان اكتور، وكنتمنى نكون توفقت فيه. صراحه انا هذه القضيه الانتقادات ما شفتهاش بزاف، انا في لي ريزو سوسيو شفت القلوب اكثر من الكلام هذا. ما ابخي انتقادات يقدروا يكونوا حيت الناس قالوا بداو كيقولوا واش هذا عاوتاني، غير حيت انا بعض المرات فهمتي انا حر في الطريقه ديال المعالجه الفنيه ديالي، يمكن ما عادش نسحب اليوم الوغ كو هو غير فيلم ديال دري فهمتيني ريح عشيري غادي يولي مراه باش انه يوصل لشي حوايج. اشتغلت مع الحقاب؟ كان حلم وتحقق ولقيته بالضبط كيف ما تخيلته. مرحبا بكم تفرجوا في جرين كارد، احنا فرحانين بزاف بالفيلم ونتمنىكم انتم تكونوا فرحانين بحالنا. شكرا. لا فيلم زوين، القصه زوينه، قصه كتحكي على جوج ديال الاصدقاء مصاحبين بزاف متفقين انهم يهاجروا لامريكا، كيشاركوا في القرعه، واحد كينجح واحد ما كينجحش، واخا اذا واحد فيهم كطيح عليه فكره انه يديه كزوجه ديالو، اذا كي الاخر كيدفع انه يديكيزا اون فام وكيديروا الاجراءات كاملين باش يهاجروا لامريكا. ما كاينش جرأه، هذا اسلوب كيستعملوه يعني اسلوب ديال الكتابه الكوميدية، كيستعملوه الامريكيين، كيستعملوه الاوروبيين، كيستعملوه المصريين، يعني علاش ما استعملوش؟ حنا كنستعملوه بواحد الشكل اللي هو عنده قيمه فنيه، ماشي غير بيريك وعكار يعني داك الشيء. يعني غتشوفوا فيصل شحال من واحد كيشوف فيصل تيقول لا ما شكون هذه الممثله؟ يعني كنشكر الناس ديال الماكياج بزاف في هذه النقطه هذه، لان خدمنا على الماكياج وانا كنت باغي الماكياج يكون بهذا الشكل. كيفاش تم تيار الابطال ديال الفيلم؟ كل واحد وبلاصتو، كل واحد والقيمه ديالو، كل واحد والفيزيك ديالو، قيمه فنيه عندهم كاملين. فيصل راه ولد ليزاداك، خرج ليزاداك، هاشم خرج ليزاداك، عزيز الحطاب راه باع طويل في التمثيل، حسن مومني ليزاداك، فاطمة زهراء بلدي ليزاداك، حميد النيدر اش غنقول لك كبير، سعاد النجار، نفيسة الدكالي، الاخوان الممثلين ديال القنيطرة اسمحوا لي الا نسيت شي اسم، مي هادشي اللي كاين، والحمد لله كلهم مبدعين فنيين حتى هما، تبارك الله عبد الرافع العبديوي في إدارة التصوير، عبد الله الشهدي في الصوت، امين شوكاح في التوضيب ولا المونتاج، يعني وهادو كلهم خريجين ديال ليسار، سناء هي اللي عملت الميكساج ديال لوسون في الاستوديو ديالها، يعني احنا ناس ديال الحرفه ديالنا، لانه منتوج فيه فرجه وفيه قيمه فنيه اسي. الدور ديالي سميتو خونا، وهذا اللي كان عاجبني لانه هذا خونا كاملين. السيناريو قريته في 2019 وتصورنا في هذيك المده تقريبا في هذيك السنه، دابا شي شحال ديال السنوات تقريبا في 2022 عاد غادي نشوف انا الفيلم وغادي نكتشف الدور معاكم مع الجمهور، وهذا هو اللي كان عاجبني في هذا الفيلم، سيناريو رائع جدا، هادشي اللي نقدر نقول لك عليه، لانه فاش قريته المره الاولى زدت تليفون انا قلت لانني قابل نشتغل في هذا الفيلم هذا، لانه قاسني بشكل كبير. رايك في التفاعل السلبي ديال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيلم قبل العرض دياله؟ ما عرفتش هذه مزيانه وقيلا الفيلم على اساس بانه الناس كلهم غادي يقولوا اجي نشوفوا هاد الناس هادو اللي كيهضروا، نكتشفوا حنا كاملين هذا الفيلم هذا واش فيه هذا الشيء ولا ما فيش. انا في الحقيقه كنبتعد بشكل كبير، ما كنبغيش نقرا هذه الانتقادات ولا هذاك، خصوصا كيكونوا شي انتقادات اللي كتقدر ما ربانا شي نهار تخليني انني ما نبقاش نزاول هذه المهنه بتاتا. ما كاين داك الشيء علاش كنقول لا خليني، ما حد الوالده ديالي الله يخليها ليا كتقول لي بغيت نشوفك مازال في التلفزيون انا مستمر. بالنسبه للانتقادات واش تقدر الانتقادات
عندك انك تشوف هذا الفيلم ضروري. وي شنو حنا بلا جمهور يعني. انا بضروري انا بحال دابا كنقدم كيكون سيناريست كيكون ديكوراتور كيكون هذاك مول الاضاءه، ولكن الجمهور ضروري انه خصو يكون متواجد. فلا كانوا انتقادات اللي خلوني انه الناس ما بقاش عاجبهم داك الشيء اللي كندير. انا درنا مسلسل غادي يخرج قريبا ان شاء الله، كان وعد الجمهور انه غادي يكون مسلسل زويل سميتو بغيت حياتك، كاتبينه نورا سقليسه ساميه اقريو ايضا الحلو، فهذا غادي يكون مسلسل شيق. كلمه اخيره للجمهور، اجيو شوفوا السينما المغربيه باش تشجعوها تبقى تبان عاود في مواقع اخرى ان شاء الله. بيتي كالكولا تمام بلا فلوس الدومي.